عادة لما حد بيجي يشتري شقة بيبقى بيختار ما بين نموذجين أو ثلاثة للمهندس صممهم، بيحاول يلاقي أقرب تصميم يلبي احتياجاته، وفي معظم الأوقات بيعمل تعديلات عشان يوصل للي هو عايزه، أو بتفضل فيه فراغات غير مستغلة في البيت. لو كان في أوبشن إن أنا أبقى انفولفد أكتر في مرحلة التصميم، ده كان هيوفر علينا وقت وتكلفة ومجهود. أي واحد فينا خلال شغله أو دراسته هو دايماً بيقدم خدمة أو منتج لحد يستفيد منها. لو التصميم بتاع الخدمة أو المنتج ده مش بيحترم المستخدم واحتياجاته، المستخدم برضه مش هيهتم بالخدمة دي أو المنتج ده، ولا هيحافظ عليه ولا حتى هيفكر يستخدمه، أو اللي هيحصل إنه هيعدل عليه عشان برضه يوصل للي هو عايزه. التصميم لو ما كانش طالع ومستوحى من البيئة اللي هيستخدم فيها بيبقى حل مؤقت أو مسكن، لكن مش بحل دائم. كل اللي قلته ده بيتلخص في مبدأ اسمه Human Centered Design، معناه إن أي تصميم يبقى الأساس بتاعه هو المستخدم واحتياجاته. هدفه الأساسي هو إننا نحدد المشكلة ونطلع بحل مبدع يفيد المجتمع. تعالوا نشوف سيناريو تاني على أرض الواقع. الناس اللي ساكنة في مناطق مهمشة وغير مخطط ليها، لما بتيجي الحكومات تساعدهم وتطور من معيشتهم، أكتر حل شائع بيحصل إنها تبني لهم بيوت شكلها حلو قوي في أماكن بعيدة جداً عن مكان سكنهم ومختلف عن البيئة اللي هم عايشين فيها، اللي صممها مهندسين قاعدين في مكاتبهم بس ما نزلوش وسألوا الناس هم عايزين إيه. النتيجة الشائعة اللي بتحصل في معظم الوقت هو الناس بتسيب البيوت دي وترجع لبيوتها القديمة بالرغم إنها مليانة عيوب وغير أدمية، بس السبب الرئيسي اللي بيرجعهم هو إن البيوت الجديدة اللي كانوا بيحلموا بيها دي مش بتلبي احتياجاتهم ولا مناسبة للبيئة بتاعتهم. أسسنا هاندوفر في 2014، كان هدفنا الرئيسي إننا نستخدم طرق البنى الغير تقليدية والصديقة للبيئة باستخدام الماتيريالز المتاحة زي ما هيبان في الأبليكيشنز، وكان هدفنا الأساسي إننا نطور المجتمع. تركيزنا الأساسي على المناطق المهمشة والغير مخطط ليها والغير رسمية. في البداية كان هدفنا إن هنبني للناس بيوت آدمية وصديقة للبيئة، بس بعد ما اشتغلنا أكتر ونزلنا على أرض الواقع اتأكدنا إن هدفنا أكبر من كده. هدفنا إننا نطور المجتمع ونطلع بحل مبدع ونغير طريقة تفكيره. أهم ميزة بتميز الموديل بتاعنا في الشغل هو إنه collaborative model أو تشاركي، يعني إحنا مش بندعي إننا بنعرف نعمل كل حاجة لوحدنا أو إننا هنوصل للفيجن الكبيرة دي لوحدنا، العكس تماما. إحنا مقتنعين إننا عشان نوصل للفيجن دي لازم نتعاون مع ناس كتيرة وفئات كتيرة عشان الصورة تكمل. من هنا حتى جه الاسم هاند اوفر، ان كل جهه بتعمل هاند اوفر او بتسلم للجهه الثانيه عشان الصوره تكمل. والسبب الثاني ان احنا بنسلم المنتج او المشروع النهائي للكوميونتي بس بنفضل نتابعهم بعدها. البروسيس اللي بنمشي بيها في الشغل عشان نوصل للهدف ده هو اننا نتعاون مع خبراء ومهندسين بيدربوا طلبه وخريجين، وننزل على ارض الواقع في المكان اللي هنشتغل فيه ونتكلم مع الناس ونفهم منهم ايه المشكله، ونقعد معاهم لحد ما نوصل للتصميم أو الحل النهائي وننفذ المشروع. كان لازم عشان نثبت إن الموديل ده applicable إننا نعمل pilot project ونعدي في كل المراحل دي ونقيمه ونطور فيه، وكان لازم برضو إن احنا نعمله في نفس الأماكن اللي احنا بنستهدفها ونفس المستفيدين اللي احنا بنشتغل عشان. اختيار المكان كان سهل لأن ده كان أول مكان اشتغلت فيه، وده كان المكان اللي طلعت منه الفكرة، وهو عزبة أبو قرن في مصر القديمة. كان الهدف ان احنا نعمل نموذج لبيت مبني بمواد الارض والناس تستخدمه وتقيمه. نزلنا واتكلمنا مع اهالي كتير واسر كتير وشرحنا لهم فكره المشروع. طبعا مش كل الناس رحبت بالفكره في الاول، ناس كتيره حست ان الفكره غريبه، وناس حست ان احنا بنرجعهم لورا، وناس تانيه كان عندها فضول تفهم اكتر. بعد ميتينجز كتيره وصلنا القرار مع اسره من الاسر، وكان بيتهم فيه مشاكل كتيره قوي، كان السقف بيقع وكانت الشروخ ماليه الحيطان وكانت اسلاك الكهرباء طالعه لبره. كان البيت متصمم بطريقه انها ما بتراعيش احتياجاتهم ومهدر كتير من مساحه البيت. نزلنا وقعدنا مع كل افراد الاسره واتكلمنا معاهم وشرحنا لهم الطريقه اللي احنا عايزين نبني بيها. جاوبنا على كل اسئلتهم ووريناهم صور لبيوت مبنيه بنفس الطرق دي قبل كده. في نفس الوقت كنا بنعمل ريكروتمنت لطلبه من اقسام مدني وعماره عشان يتعلموا طرق البنى دي وينفذوها في مثال حقيقي. ابتدينا معاهم ويركشوبس كانت تتكلم على توبكس كتيره، من اول تيم بوندينج لحد طرق البنى بالارض لحد الروز بتاعت السستينبل ديزاين.
نزلوا هم كمان وقعدوا مع أفراد الأسرة وابتدوا يعرفوا منهم حياتهم اليومية عاملة إزاي، وإيه المشاكل اللي عندهم في بيتهم الحالي، وإيه الحاجات نفسهم تبقى في بيتهم الجديد. كانوا بياخدوا كل الانبوتس دي ويترجموها لديزاين بروبوزلز ويعرضوها على الأهالي. وبعد مشاورات كتيرة معهم وصلنا للتصميم النهائي. في نفس الوقت رعينا أن التصميم يبقى سستينبل وبيراعي طرق الإضاءة والتهوية الطبيعية. طريقة البنى اللي استخدمناها في المشروع ده اسمها Rammed Earth Technique، هي واحدة من طرق البنى بمواد الأرض. هي طريقة قديمة ومستخدمة في بلاد ومناطق كتير، بس أهم مميزاتها أن هي مناسبة جداً للمناخ بتاعنا هنا في مصر، وأنها سهلة تعليمها، وأن احنا بنستخدم من المواد اللي تحت رجلينا. أهم مكوناتها هي الرملة والطينة والزلط، وبعض الأوقات بنستخدم نسبة بسيطة من الأسمنت. طريقتها باختصار هو أننا بنخلط المكونات دي بنسب معينة، اللي بيحدد النسب دي أننا بنعمل عينات وبنختبرها في المعمل، ومن نتائج الاختبارات دي هي اللي بتحدد لنا البرسنتج بتاعت كل كومبوننت. بنخلطهم سوا وبنضيف مية ونبتدي نحطهم في شدات خشب ونحط طبقة فوق طبقة وندكها لحد ما الحيطة بتخلص. أول حاجة عملناها في الموقع هو أننا هدينا البيت القديم وابتدينا نحفر وعملنا أساسات وطلعنا بالحوائط، وفي نفس الوقت كنا شغالين على الكهرباء والسباكة لحد ما وصلنا للسقف والتشطيب الداخلي وخلصنا البيت. في نفس الوقت واحنا شغالين في المشروع ده جات لنا كذا فرصة ان احنا نتعاون مع organizations و initiatives كتير، كلهم برضو نفس الهدف ان نطور المجتمع ونستخدم طرق البناء الغير تقليدية. اول initiative تعاوننا معاها هي اسمها كاترين موجودة. كاترين موجودة هم شغالين من اكتر من 4 سنين، وهدفهم هو دعم وتطوير اهالي سانت كاترين وبالاخص قرية الطرف. عملوا مشاريع كتيرة للناس، بس جم من أكتر من سنة وقرروا إنهم عايزين يعملوا إمباكت أكتر في الكوميونيتي ده. نزلوا وسألوا الناس وشافوا إيه الخدمات اللي ناقصاهم، كانت أكترها خدمات تعليمية وصحية، فكان القرار النهائي إنه يتعمل كوميونيتي سنتر بيضم الخدمات دي. وهنا جه دورنا، ابتدينا نتعاون مع كاترين موجودة ونزلنا إحنا كمان واتكلمنا مع أهالي وتأكدنا إن دي فعلا الخدمات اللي هم محتاجينها. الأهالي قرروا إن هم يتبرعونا بالأرض، وإحنا هنجيب الطلبة والمتطوعين والخبراء ونحط معاهم التصميم وننفذ المشروع سوا. أول ورشة عمل هتبقى في شهر سبتمبر اللي جاي، وتنفيذ المشروع هيبقى في أول السنة اللي جاية إن شاء الله. جت لنا فرصة تانية إن احنا نتعاون مع International Organization اسمها Open Architecture Collaborative في مشروع اسمه أماكن منسية. هدف المشروع هو إحياء المناطق الميتة في الأماكن الغير مخطط ليها. نزلنا وتعاوننا مع الفريق بتاعهم، وكان أول intervention ليهم في منطقة اسمها ستابل عنتر. نزلنا برضو واتكلمنا مع الأهالي، والأول ابتدينا نحدد المنطقة اللي هينفع نشتغل فيها بيست على الكريتيريا بتاعتنا، واتكلمنا مع الناس وشوفنا ايه الحاجات والخدمات اللي ناقصاهم، وعملنا ويركشوب للأطفال واتكلمنا مع الأهالي الكبار لحد ما وصلنا للتصميم النهائي، وهو عبارة عن بلاي جراوند ومساحة خضراء ومكان يتعمل فيه ورش وندوات للأهالي. التصميم برضو جهز، وتنفيذ المشروع ده هيبقى في خلال الشهرين اللي جايين إن شاء الله. من أكبر الأزمات اللي بنمر بيها حالياً هي أزمة اللاجئين. ناس كتيرة اضطرت إنها تسيب بيوتها وتسكن في مخيمات. يمكن في مصر ما عندناش مخيمات للاجئين، بس كنا حاسين ممكن يبقى لينا دور في حل المشكلة دي. من أكتر من 5 شهور تعاوننا مع بارتنر في لبنان، وكان عندهم نفس الفيجن. الفيجن بتاعتنا كانت إن احنا نبني موديل سستينبل شيلتر مبني بمواد الأرض بمشاركة الأهالي والطلبة والمتطوعين. اتعاوننا مع NGO في لبنان وقررنا ان احنا ننفذ اول بروتوتايب في مخيم في منطقه البقاع في لبنان. هدفنا ان احنا ننفذ ونصمم اول نموذج ونقدر نطبقه في اكتر من مخيم بعد كده. هرجع تاني لاول مشروع اتكلمت عنه، وهو مشروع عزبه ابو ارن، لان المشروع اللي بنعمله مش بننساه، بالعكس احنا بنفضل نتابعه، سبيشلي بعد لما الناس تسكن فيه وناخد منهم الفيدباك والكومنتس دي نراعيها في المشاريع اللي جايه. الحاجة التانية إن إحنا بنعمله documentation عشان يبقى open source، وأي حد بيشتغل في نفس مجالنا يستفيد منه ويتعلم من الأخطاء اللي مرينا بيها. كل مشروع في دول ليه طابع مختلف ومستفيدين مختلفين، بس الحاجة الثابتة فيهم كلنا هو إن هدفنا نطور مجتمع، هدفنا إن الناس تبقى involved في كل مراحل المشروع، هدفنا إن إحنا فعلاً نعمل تغيير ونخلق حل مبدع ويكون ملائم للبيئة، هدفنا إن إحنا فعلاً نعمل فرق ملموس في حياة الناس. شكراً.